اليوم كان الدورة ديال الشبيبة المدرسية التكوينية اللي هي حول الاستثمار في الشباب لبناء المستقبل، وانتم تعلمون بان حزب الاستقلال دائما يعطي أهمية قصوى للشباب، خصوصا اننا نعمل من اجل تطوير امكانياته وقدراته من خلال التأطير التي تقوم بها الشبيبة المدرسية، ولكن كذلك داخل الحكومة من خلال البرامج التي نعدها من أجل خلق فرص شغل، ومن أجل كذلك فتح المجال للشباب في عديد من المجالات، ونعمل إن شاء الله من أجل وضع بطاقة للشباب اللي غتمكنهم من الولوج إلى العديد من الخدمات الاجتماعية بأسعار تفضيلية، زيادة على الإمكانيات المتاحة التي ستفتح أمام الشباب في المجال الاقتصادي من خلال برنامج فرصة، في المجال كذلك الثقافي، في المجالات الاجتماعية كذلك، ومن خلال تعميم الحماية الاجتماعية، فكل ذلك فهو يبرهن على أن هنالك إرادة قوية طبقا للتوجيهات الملكية من أجل تقديم عناية خاصة للشباب في بلادنا وتوفير له الإمكانيات للارتقاء الاجتماعي. سلام تقي الشبيهي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وكاتب وطني سابق للشبيبة المدرسية. وهذا الاحتفاء حقيقة غادي في واحد السنة تديرها الرواد ديالها الشبيبة، وأنا كنت من الكتاب الأولين يعني من بعد طبيعة الحال في الأول ديال السبعينات، ومارست هذه المهمة في واحد الظروف صعبة لأنه كانت هناك حالة الاستثناء وداك الشيء، ولكن هذا لا ماشي شي حاجه غريبه لانه حزب الاستقلال ناضل ولا زال ناضل من اجل الديمقراطيه ومن اجل يعني الملكيه الدستوريه. يعني حقيقه احنا تشبثنا بالقيم الاسلاميه وبواحد مجموعه من المبادئ، وكذلك تشبثنا بالعرش لانه زعيمنا على الفاسي كان رجل ذكي وكان يعرف المغرب ويعرف حالة المغرب ويعرف أنه المغرب والشعب المغربي متشبث بعرشه، ولا يمكن أن يكون أي شيء بدون هذا التلاحم بين العرش والشعب. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.